السودان خارج القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بعد إدراجه على القائمة لنحو 3 عقود، صفقة جديدة أبرمتها الحكومة الانتقالية في السودان مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صفقة تشمل دفع الخرطوم مئات الملايين من الدولارات إلى الجانب الأمريكي كتعويض لأسر الضحايا في الهجمات التي استهدفت السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا سنة 1998، وكذلك التي استهدفت إحدى القطع البحرية الأمريكية في ميناء عدن اليمني سنة 2000. ولا شك أن المشهد تغير كليا في السودان بسقوط نظام البشير قبل نحو 20 شهرا، عبر ثورة شعبية فجرها الشباب ودعمها تحالف من أحزاب ونقابات مختلفة تمثل المجتمع المدني في البلاد تحت مسمى قوى إعلان الحرية والتغيير، والذي تمكن من تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة المجلس العسكري لتبدأ المساعي لرفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، بما يعنيه ذلك من إعادة دمج السودان في المجتمع الدولي وتعزيز إمكانية إعفائه من ديونه والاستفادة من المنح للدول الفقيرة، فضلاً عن عودة الاستثمارات الأمريكية والغربية للسودان، ما يعني تحركاً فاعلاً نحو تنمية اقتصادية حقيقية في البلاد. غير أن الثمن الذي دفعه السودان مقابل ذلك لا يقف عند حد دفع التعويضات، إذ أن ترامب الذي يجيد إبرام الصفقات التجارية كرجل أعمال قبل أن يكون سياسياً، تمكن من إلزام حكومة الخرطوم بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني، ليكون ذلك هو الثمن الأفدح الذي يدفعه السودان. وبحسب محللين، فإن كثيرا من السودانيين يرون أن تعليق رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قرار التطبيع على موافقة المجلس التشريعي يؤكد أن القرار جاء بضغوط من المجلس العسكري الموجود على رأس السلطة الانتقالية في السودان، الأمر الذي يعني أن القرار قرار سلطوي محض، بينما الشارع السوداني يرفض دفع مثل هذا الثمن الفادح.